صباح الخير ميسا، صباح الخير لكل متابعي قناة سي ام بي سي. بالتالي نتحدث عن تصنيف منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة، تصنيف ليس بالأمر السهل. نتحدث عن أنه ربما لو تم انتشار فيروس كورونا ربما يصيب 60 و70% من البشر. نتحدث عن توقف كامل من السفر والتنقل، تحدث دونالد ترامب عن توقيف الرحلات لمدة 30 يوما من وإلى الاتحاد الأوروبي. يعني إذا تحدثنا اقتصاديا هناك ستكون خسائر من نتيجة هذه التوقف، عدم السفر والتنقل. نتحدث عن الاستهلاك، الانفاق الاستهلاكي، هذا سوف يضر بالإنتاجية. بالتالي إذا نحن دخلنا بما يعرف بمرحلة ركود اقتصادي، لأن الاقتصاد العالمي إذا المتوقع أن يتباطأ بمقدار، أو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يتباطأ ب 1.5%، لو تباطأنا بهذا المقدار نحن نتحدث عن مستويات 1.8% لنمو الاقتصاد العالمي، أي يعني دخلنا مرحلة ركود. ونحن نعلم كما نعرف أن أي نسبة دون 3% أي دخل الاقتصاد العالمي مرحلة الركود. نعم، لينا إجراءات تتبع من قبل الحكومات والبنوك المركزية في محاولة لاحتواء آثار هذا الفيروس، إلى أي مدى هي ناجعة في تقديرك، وما الذي نتوقعه من مزيد؟ بالنسبة للبنوك المركزية ليست هي كافية لإجراءات الحد من تداعيات تأثير فيروس كورونا، لكن يجب أن يكون تنسيق بين البنوك المركزية وأيضا بين الحكومات، من الحكومات أن تقوم بخطوات فعلية جدية. سمعنا دونالد ترامب قال أنه سوف يخفض الضرائب على الدخل على الموظفين وأرباب العمل، لكن هذه يجب تمرير هذه الخطوة عبر الكونغرس. لكن لم توجد أي خطوات أو تحديد للوقت، بالتالي لا يوجد أي خطوات جدية يعني. فيجب أن يكون هناك فعلا تحرك من البنوك المركزية، نحن نترقب من البنك المركزي الأوروبي تخفيضات لأسعار الفائدة، رغم أنه أسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي هي بالسالب، نتحدث عن 0.5% بالسالب. يجب أن يكون التخفيض المتوقع أن يكون التخفيض بمقدار بسيط، وبالتالي يجب أن ربما نشهد ربما برنامج شراء الأصول وإجراءات تحفيزية أخرى من قبل البنك المركزي الأوروبي، وخصوصا أن هناك إيطاليا مرحلة بؤر تفشي فيروس كورونا، وصلت حالات الإصابة إلى ألمانيا وفرنسا بحدود 2000 إصابة. وسمعنا أمس خطوة البنك إنجلترا بتخفيض أسعار فائدة بمقدار 50 نقطة أساس، كنا لن نتوقع هذا التخفيض، لكن قامت بهذه الإجراءات وأيضا بإنفاق بمقدار 30 مليار جنيه استرليني. بالتالي هذا يدل هذا الحد من تأثير أو تداعيات فيروس كورونا. فهذه الخطوات التي تقوم بها البنوك المركزية مجدية ولكن ليست كافية، يجب أن يكون هناك تحركات بالفعل من قبل الحكومات للحد من تأثير فيروس كورونا. لو تم الآن تحرك من قبل الحكومات سيكون التأثير محدود، لكن لو تأخرت الحكومات في التسريع في عجلة التحفيز، فسوف ربما نكون تداعيات هذا التأثير سوف تمتد على الأمد الطويل. لينا قنوع، محللة الأسواق المالية في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان. أما في بريطانيا